المعاقين لما بيشتروا العربيات المجهزة بتاعتهم بيبقى عليها خصم كم في المية؟ هو المفروض عليها 10% خصم من الجمارك، قيمة الجمرك، الجمرك عليها 20,000 يتخصم منه 10%. تمام. لو 40,000 يتخصم منه برضه 10%، ده المصاب العادي شلل الأطفال، لكن المصاب الحربي بيتخصم له 15% بس، أكتر من المصاب العادي. تمام. هل الخصم الوحيد في الإعفاء الجمركي اللي نسبته 10% ولا في خصم تاني؟ لا، إحنا المفروض لينا إعفاء من ضريبة المبيعات، هي دي بقى المشكلة الأساسية اللي بنتكلم فيها، ضريبة المبيعات. ضريبة المبيعات دلوقتي ممكن توصل لها مثلا 4,000 أو 5,000 جنيه بالنسبة على حسب أوبشن العربية. ضريبة مبيعات. فضريبة المبيعات دي بياخدوها مننا وإحنا بنشتري العربية. أصبح دلوقتي لما نروح دفعنا الفلوس وبعد ما دفعنا وخدنا العربية وجينا مطالب إن إحنا دلوقتي نروح نرفع قضية عشان نسترد الفلوس، لأن في إعفاء جينا من الضريبة دي. تمام. فطب ليه من الأول ما تخصموها من المنبع؟ كلمنا بعد الثورة في الكلام دوت وقدمنا المطالب دي وقالوا هيوافقوا عليها وسجدونا على كده وخلاص وانتهى الموضوع، ولسه إحنا دايخين لحد دلوقتي في الموضوع دوت. نروح على مجلس الدولة، هي فضلت واقفة بعد الثورة حوالي 3 سنين، وقفت 3 سنين القضايا دي، كل رفع قضية واقفة. وفي مماطلة جامدة جدا، يعني مش مجرد ان انا اروح ارفع القضية مثلا الشهر ده اخد فلوس الشهر الجاي، لا، انا ممكن اخدها السنة اللي بعد الجاية، اقعد لي سنتين في الموضوع ده الف عليها. تقريبا في كام قضية مرفوعة لاسترداد قيمة ضريبة المبيعات من السيارات المجهزة للمعاقين؟ تقريبا حوالي مثلا يمكن نص مليون. نص مليون قضية مثلا، وفي اضعاف الاضعاف حوالي وصلوا ممكن مليون ما رفعوش قضية. ليهم فلوس؟ ليهم فلوس ضريبة مبيعات وما رفعوش القضية. اللي هو بيبقى مبلغ في حدود 4,000 جنيه. ده الحد الأدنى، الحد الأعلى ممكن بيوصل له 8,000 جنيه. في عارف... على حسب العربية نفسها ممكن توصل لحد 8,000 جنيه. أنت عارف معنى كلامك ده إيه؟ معنى في مليارات. أه فعلا. مستحقة الدفع فعلا. للسادة المعاقين. فعلا مش أقل من حوالي مثلا 8 مليار 7 مليار جنيه مثلا، دول في خزانة الدولة، دول مستحق المعاقين. دول هما بياخدوهم مننا ليه أساسا؟ هو المفروض ان انت تخصمها من المنبع. انا معفى، فانا لما اروح بورسعيد المينا اللي انا هروح اجيب منها اذا كان بورسعيد او اسكندريه او اي مينا وانا بشتري، المفروض في ضريبه مبيعات برقم كذا بحوالي 4,350 مثلا، دول يتخصموا من المبلغ الاجمالي وادفع المبلغ بدون الضريبه.